السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صالح سعد. اليوم سوف نتعلم سوي طريقة ترك سبيس أو فراغ في زواج الفايل. فلو قمنا بكتابة برينت و برينت و نريد أن نميز الطباعة، نقوم بترك سطح فراغ أو نقوم بكتابة برينت، بعدها نقوم بكتابة علامة التنصيص وكتابة سلاش و إن. والآن نقوم بعمل ران وتجربة الكود كما تشاهدون الآن. قمنا بتمييز السطر وهذه هي الطباعة الأولى وهذه هي الطباعة الثانية، ونلقاكم في فيديو آخر. نتمنى لكم الاستفادة.